أكبر تهديد وتمرد شافته الدولة العثمانية على مر تاريخها، في الفترة تحديداً اللي كانت مسيطرة فيها على معظم العالم. خليكم معانا عشان نشوف محمد علي عمل فيهم إيه. أهلاً بيكم في رحلة جديدة من رحلات الرحالة، والنهاردة محمد علي والعثمانيين، تمرد قاده محمد علي ولي مصر اللي كان دايماً طموحه ينفصل عن الدولة العثمانية وينفرد بحكم مصر من غير لما يكون ولاءه لحد. في 1805 مسك مصر محمد علي تحت السيادة العثمانية بعد فترة كبيرة جدا من الفوضى وعدم النظام. مصر كانت بتعاني منها، بس محمد علي قدر ان هو ياخد ثقة المصريين ويقربهم منه، وعمل تحديات كبيرة جدا عشان يعرف ينفرد بالحكم. ولما محمد علي مسك الحكم عمل اصلاحات كتير، اهمها بنى جيش مصري قوي على الطراز الاوروبي، استعان بكتير من قوات اجانب ليهم خبره حربيه عشان يعلموا الجنود كل التفاصيل الحربيه وتكتيكات الحروب، وعمل التجنيد اجباري على معظم الفلاحين، وجند سودانيين كتير جدا في جيشه. البلد ساعتها ما تقدمتش عسكريا بس، لا ده عسكريا واقتصاديا واجتماعيا. بس طموح محمد علي ما وقفش لحد كده، ده كان نفسه يوسع حكمه ويبقى تحت سلطته بلاد تانيه غير مصر. الدوله العثمانيه ساعتها حصل فيها مشاكل كتيره جدا، ومعظم الاقاليم اللي كانت تحت سيطرتها عملت ثورات عليها. ساعتها بقى السلطان محمود الثاني كان عنده علم بقوه جيش محمد علي، فبعت يطلب منه ان الجيش المصري يجي يساعده عشان يقضي على ثوره الوهابيين في شبه الجزيره العربيه، وهو ده اللي حصل فعلا، وقدر ينتصر الجيش المصري على الوهابيين. مش بس كده خلاص، لا ده السلطان استعان بمحمد علي عشان يقضي على ثوره المورا اللي في اليونان، وحقق محمد علي انتصارات عظيمه هناك بفضل ابنه القائد القوي ابراهيم باشا. تعالوا بقى نروح لليونان تحديدا عام 1827 في معركة نفرين البحرية عشان نعرف العلاقة توترت ليه بين محمد علي والسلطان العثماني. بعد لما ابراهيم باشا قضى تماما على ثورة المورا، اتدخل الاسطول البريطاني وضرب الاسطول المصري ودمره هو والاسطول الجزائري والتونسي اللي كانوا مشتركين معاه في الحرب. محمد علي اتعصب جدا لما عرف، وبعت للسلطان يقول له كل اللي حصل كان بسبب إدارة الحرب السيئة من القائد العثماني، وكتب له كده ان الجيش العثماني فاشل. ساعتها بقى طلب محمد علي من السلطان انه ينفرد بحكم مصر بعيد عن سلطة السلطان، ودي اقل جميلة ورد هدية ممكن يعملها له بسبب انه وقف معاه في حروب المورة والوهابيين، وبعد كمان ما وسع له حدود دولته في السودان وانقذه من تمردات كتيرة جدا. كله كان فاهم طموح محمد علي وانه ما صدق حاجة زي دي تحصل عشان يطلب الانفصال عن الدولة العثمانية. السلطان العثماني عمل نفسه ما قراش باقي الطلبات، وادى محمد علي جزيرة كريت. ساعتها بقى محمد علي اتعصب وبدا يجهز حملة على الشام، منه يضمها لولايته ومنه يستفيد من خيرتها ويحمي نفسه من اي هجمات عثمانية على مصر تجيله من ناحية الشام. وجت لمحمد علي على الطبطاب. ازاي بقى؟ في شوية فلاحين هربوا من محمد علي بسبب التجنيد الاجباري ودفع الضرائب، فراحوا على ولاية عكا. فمحمد علي كلم ولي عكا وقال له رجع الناس اللي عندك الهربانين من الضرائب. فولي عكا فضل يماطل لحد ما محمد علي حضر جيش وامرهم اللي هم يروحوا على عكا، وفعلا وصل الجيش عكا واحتلوا عكا وهزموا الولي اللي هناك. السلطان العثماني بقى كل ده عامل مش واخد باله، وقال دي معركه بين ولايه وولايه تانية انا ماليش دعوه بيها، على اعتبار يعني الولايات دي مش تبعه. ووصل الحال ان جيش محمد علي بقياده ابراهيم ابنه سيطر على جنوب الشام كلها. ساعتها بقى حس السلطان العثماني بالخطر، فجهز جيش بقياده عسكر حسين باشا عشان يروح يوقف جيش محمد علي ويامره ان هو يرجع على مصر. وفي نفس الوقت اصدر السلطان العثماني فرمان ان محمد علي عاصي هو وابنه وخرج عن إرادة الدولة العثمانية، وأصدر أمر بعزل محمد علي عن ولاية مصر. وسنة 1832 اتواجه الجيشين في مدينة حمص واتغلب فيها الجيش المصري على العثماني بهزيمة ساحقة. إبراهيم باشا اتوغل بجيشه ووصل لبلاد الأناضول، وخصوصا في مدينة اسمها كونيا. ودارت هناك معركة استمرت 7 ساعات اتهزم فيها برضو الجيش العثماني، واتأثر فيها الصدر الأعظم للدولة العثمانية اللي هو رئيس الوزراء ومعاهم 10,000 من جنود الجيش العثماني. وبكده الطريق قدام الجيش المصري بقى سهل بأنه يوصل للسلطان في قلب اسطنبول نفسها.
كله ساعتها حس ان دي خلاص نهاية الدولة العثمانية. لما ابراهيم ارسل لابو محمد علي ياخد رأيه اكمل ولا لا، محمد علي رفض ان الجيش المصري يدخل اسطنبول، وقال له ان احنا كده هنفتح على نفسنا ابواب كتيرة قوي. ساعتها بقى السلطان العثماني اتواصل مع حلفائه، ما ردتش عليه الا روسيا، وبعتوا له الاسطول بتاعهم عشان يحمي اسطنبول. ومع الوقت انجلترا دخلت وسيط ما بين محمد علي والسلطان، وعشان يسكتوا محمد علي شويه ادوا له ولايه مصر والشام وجزيره كريت كمان، بقى هو المتحكم فيها لوحده من غير لما يرجع للسلطان العثماني. ونيجي بقى لاهم نقطه معانا، ساعتها السلطان وافق بشروط محمد علي، بس من جواه طبعا كان في نار ومش راضي عن اي حاجه ادها لمحمد علي. المهم ان السلطان فضل على تواصل مع كبار الدول لغايه لما وصل لاتفاقيه كوتاهيا، واللي بيها اكدوا سيطره محمد علي على الاماكن اللي خدها هو وابنه ابراهيم، بس اهم حاجه يدفع جزيه للدوله العثمانيه عليهم. وفضلت الهدنه شغاله بعد صلح كوتاهيا لحد ما وصلنا للحرب المصريه العثمانيه الثانيه. استنونا هنكمل لكم باقي القصه دي بتفاصيل الحرب في رحله ثانيه، وهنعرفكم كل التفاصيل عنها. وبس كده، يا رب نكون قدرنا نفيدكم حتى لو بمعلومه بسيطه. استنونا في رحله جديده من الرحاله.